بسم الله احنا عند الدولابة. شوف ماما لابس كاس غراب ديالنا، نحطو على نكبو على هذا. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف داير لاباس عليكم؟ بخير، هانيه صحه مزيان. بنتي بغات تقدم، قلت لك نقدم لهم، انا نقدم لهم. شنو غادي نديرو؟ شنو غادي ديرو؟ نكبو شويه الماء. لا شنو غادي نصايبو حنا اصلا؟ مسمن معمر. ما مسمن معمر بالصحة. انت شويه الملحه، هاد طحي القياس اللي بغيتو، وندير معاه شويه الملحه وغنعجنو. بسم الله. شتي هام هو الماء من حطته ماما لعبة. شتي نعجنو دوك الساعة نبدا نديرو الحشوة. غادي نديرو بس بنتي هي اللي باغية تقدم. شيفو كيميل لي دوك علاش. نحنا نقدمو مع ماما. نسات هداك، عاد تكب شوية الماء بجاني باش يزوين يتزوين. هاو دابا من عجنت ماما، عاد تكمل ماما تعجنو ياكم. نغطوه، نغطوه يطيب، نرتاح شوية، نرتاح شوية. عاد نحل ليه لهذاك الشيء نغطى الغطاء، عاد تعاود ماما تعجن، نصوب كويرات باش نصوبو مسمن. احنا نغطى دابا، نغطوها ترتاح شويه. احنا نغطوها دابا ترتاح شويه. نوجدو العمارة ديال باش نحطها. نديرو كفيته شويه دجاج. هيا كفيته بابا يعاود مورايا. بابا ورايا كيعاود. غنديرو عليها واحد البصلة، نقطعوها رقيقة. غنديرو عليها واحد البصلة. يلا كملي. ونطيبوها بعدا. احنا البصلة درناها في العشوة، قطعناها باش تجي رقيقة. نديروها مع هاد مع الحمر، جبل الحل. نكملو بعدا، نكملو شوية، نحطو طيب في المقلة، نكشفو شوية. عندنا مع نص معلقة ديال الكامون، عندنا معلقة ديال الفلفل الحمراء، عندنا ربع معلقة ديال الإبزار، عندنا شوية الملحة، ربع درتو، شوية الملحة هي. دابا غادي ندير هاد تقلى مزيان، تابع شي توابل ديالو طيبو. البزار باقي يلا طازه، باقي طبقه جديده جات معطفه. حركوا عينيك، خرقوهم، خرقوهم. دابا غنديرها تقلى مزيان. عندي جوج من هادو ديال الشعريه الصينيه، لما نديرها عند الماء يطيب بعدا يهلا سعر ما يوم فيها. شي تابوني شي تابون مزيان على ساعة نوريكم كيفاش نخلطها. أنا بعد ما طابت ليا ديك كفيتة وشي دجاج، نزيد عليها الزيتون مقطع. هادي الشعرية الصينية بعد ما طلقتها، نزيد السكر، نكتر مزيان، نزيد
نخلطهم ولا تبرد تكون باردة ما يكون عمر مشمن البارد. خنجيب مقص ونقطعها بعدا تجيش طويلة. عندي هكا ديال هكا ديال الكوزينة مثلا بلا ما بردت نخلطها بيدي مزيان ندخل في هذاك الخليط دابا نمشي نقاد هذوك نكور مسمن ساعات نتابعكم بعد ما كبيت الزيت شويه هنا نكورهم كاملين ونحطهم ساعات نبدا نسمن كملهم سميتي الفيديو طويل ونبدا نسمن دابا هادي كملت هاد الكوارتين كاملين نجيو رقاق الثانية هادي نخليهم هكا نسالهم كاملين نجيب وحدة أخرى ثانية كاملين كملهم ونوريهم ليكم نطوش عليكم الفيديو من بعد ما ورقت هادي سمنة نحاول نعمرها
هاد البيجات نحطها هنا في المقلب ولا في الفران. هاد هو جامب البيض جاكم جامب الثانية. طوعها مزيان شتي كما مقرمشة. ثالثة هي دابا نشعل لهم الفران اللي ندهن وجههم بالبيض ندهن في الفران. انا كندهن لهم وجههم بالبيض صفار البيض بوحدو باش ندخلهم الفران. شعلت الفران ها هو الشكل النهائي بقدر ما ساليتو طيبتو هاهما كيكونو سخانين كيجيو مكرملين. طحوني كيكونو سخانين. نتمنى لكم يا ربي ما تنسونيش من لايك ودعموا القناة ديالي وتبرتاجيوها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وشكرا لكم.